يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الأحد طقس مائل للحرارة، نهاراً على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفيما يسود ليلاً طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد على معظم محافظات ومدن الجمهورية. البداية من القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21 والجو فيها مائل للحرارة. في الإسكندرية 28-20 والجو فيها أيضا مائل للحرارة. في مطروح الجو معتدل وفيه درجة الحرارة 26-20، وفي بورسعيد كذلك 27-23، في الإسماعيلية 29-19. أما بالنسبة لمحافظة السويس فهي درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19 والجو فيها مائل للحرارة. في العريش 27-18 وفي طابة 28-21، في شرم الشيخ 32-24، في الغردقة 33-23. أما بالنسبة لمحافظة الأقصر ففيها درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21 والجو فيها حار. في الوادي الجديد 33-18 والجو فيها أيضا حار، وبالنسبة لحلايب 30-23 حار، في شلاتين 32-25 والجو فيها حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.